FM. الكل ملك. أطلبه الشعب التونسي. هنا أقول شريحة واسعة لأنه لكي لا نتحدث باسم الشعب جزافا، لكن شريحة واسعة من الرأي العام تطالب، وهذا طلب موضوعي، استحقاق وطني، الاستقرار، الاستقرار السياسي. هذا هو المشكل حتى بالنسبة للحكومة القادمة، حكومة الوحدة الوطنية. المطلوب هو توفير الحد الأدنى من الاستقرار، ثم تقييم الحقائب الوزارية والقطاعات التي تشكو عطالة. هنالك ملفات لم تتقدم، هنالك مخططات لم تنجز، لابد من أن يكون هنالك تقييم علمي لكي نخرج عن دائرة حرب المواقع الحزبية داخل تشكيلة حكومية في بلد يمر بصعوبات مالية واقتصادية وقد ينزلق إلى توترات اجتماعية. التوترات موجودة، احتقان موجود، لكن الكل يعلم أن سنة 2017 لن تكون سنة سهلة من ناحية الاقتصادية. إذن توفير شروط نجاح الحكومة الجديدة انطلاقا من تغليب البرنامج، ثم أيضا انطلاقا من مجاوزة منطق، يعني عندما نقول محاصرة حزبية، راو للتوضيح، المحاصرة الحزبية ليس أن هذه الحكومة ستكون حكومة تكنوقراط، هذا لا معنى له. لابد من حكومة من السياسيين، لكن هذه الحكومة تأخذ بعين الاعتبار معيار الاقتدار على إدارة الشعب.